Peace be upon you. How's it going with you? Is everything all right? I hope so. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أحمد المرامي يحييكم في سلسلة المرامي للغة الإنجليزية من هنا من المعهد الكندي. إن شاء الله في سلسلة خاصة للمبتدئين. فكونوا معنا. هذا هو أول درس بيكون حول أقسام الكلام. The parts of a speech. Are you ready? يلا نبدأ. Parts of speech in English. Okay. A, C, D, I, N, P, V. Parts of speech. أقسام الكلام. كخطوة أولى على طريق تعلم اللغة الإنجليزية. إذا تميزت في هذا الدرس أو في هذه المعلومات التي ستأخذها، ستكون دراسة اللغة الإنجليزية إلى حد ما أبسط بكثير. لذلك عملنا لكم الترتيب بالأبجدية علشان تكون سهلة إلى حد ما. تذكر الحرف مباشرة تلقط الكلمة. تذكر الحرف تلقط الكلمة مباشرة. أوكي يلا شوف. A C D I N P P V. A C D I تقدر تحفظها. A C D I. Okay. NPPV. NPPV. AA CDI. NPPV. إذن في معك 2 A's 2 P's. تمام. هذولا سهلات. AA CD. الثنتين هذولا بتجمعهم مع بعض يكون CD. هل CD. Okay. I. N. I. N. PPV. What words do these letters stand for? ايش يمثلين هذول الاحرف؟ طيب ناتي بالA، الA الأولى ها. Adjectives. الله عليكم الصفات. ها. Adverbs. Adverbs الأحوال. ها. C. Conjunctions. أدوات الربط. D. Determiners. Determiners اللي هي المحددات اللفظية. I. Interjections. الأدوات الاعتراضية. N. Of course. Nouns. P. Prepositions. Prepositions. P. طبعا النونز الأسماء، تعرف من الأسماء أكيد. Prepositions اللي نسميها باللغة العربية حروف أو أدوات الجر. أوكي حروف أو أدوات الجر. يلا أوكي حروف الجر. Pronouns. Pronouns اللي هي الضمائر. V. Finally, verbs. الأفعال. Okay. طيب في الدروس الأخرى القادمة إن شاء الله بنأخذ كل تفصيلة من هذه التفاصيل أو كل قسم من أقسام الكلام هذه بالتفصيل. تعرفوا عنها خلفية كويسة، وعندما تجي إلى القواعد الخاصة بال أزمنة الخاصة بمبنى الجملة يقول لك هذا adjective، هذه noun، هذا verb، هذه preposition، هذه تعرف يعني إن pronoun والverbs والpreposition والadjective والadverb كلهن أقسام الكلام. لذلك لما يقول لك واحد إيش هي أقسام الكلام مباشرة تقول في AA CDI NPPV easy easy SED. Okay see you next time.